مولانا نصحو رضاك على بابك واقفين، لا من يرحم لا سواك يا أرحم الراحمين. مولانا نصحو رضاك على بابك واقفين، لا من يرحم لا سواك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم خوت، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير، هانيين، كلشي مزيان. هاد النهار هذا كما كتشوفوا معنا، حنا دابا كنتواجدوا في الدوار ديالنا اللي كيتواجد في المهايا. المهم كما كتشوفوا معنا دابا حنا يعني الجماعه ديال هنايا، كلشي كما كنقول تلايموا وتجمعوا، وكل واحد عطى داكشي اللي قسم الله وشراو، شنا هاد الضروبه هادي مجموع، يعني الدوار كامل، ساهم الكبير والصغير، كل واحد باش ما سخر الله، كل واحد بالقدر المستطاع ديالو. وغنديروا صدقه ان شاء الله، وغنطلبوا الشفاء ان شاء الله تعالى. المهم هذا الفيديو هذا كيخص يعني الناس ديال الجماعه كما كتشوفوا كامل، ان شاء الله نتوما تكملوا معنا الفيديو حتى للتالي، وغادي تشوفوا، وغادي نذبحوا هذه البقره، وغادي نفرقوا، وغادي نديروا الوزيعات باش هذا النهار الخميس. المهم هذا النهار الخميس 24 في الشهر 2 2022، كما كتشوفوا غدا ان شاء الله الجمعه. المهم غنذبحوا هذه العشيه هذه، وغدا الجمعه ان شاء الله غادي غنفرقوا هاد الوزيع في العشيه، وغدا كل واحد غيدير ساعه ديال الطعام، وغادي نجيبهم ان شاء الله تعالى. المهم الجمعه كما كتشوفوا معنا، الله يخليهم لينا الناس ديالنا، الله يعمر راس العيا، يعني الحمد لله على الناس ديال هاد المنطقه، كيتلايموا وكيتجمعوا وكيتحدوا، والحمد لله كنشكرهم من هاد المنبر كاملين. وخلاص راه الناس كاملين تعرفوا هاد المنطقه هادي، يعني الناس ديالها الله يعمر راس العيا، دائما بالاتحاد، كيكون كلشي على الاتحاد وقوه. يعني شنو نقول لكم، خليكم نتوما تكتشفوا معنا هذا الفيديو من الاحسن. يلا ما تنساوش اخوتي تكملوا معنا الفيديو حتى للتالي. اللهم اسقي عبادة وبهيمة، وانشر رحمة، واحي بلدة واحي بلدك الميت.
وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم استعد يا أرحم الراحمين مولانا نسعى ورداك على بابك واقفين لا من يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين مولانا نسعى ورداك على بابك واقفين لا من يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين مولانا نسعى ورداك على بابك واقفين لا من يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين ورداك على بابك واقفين لا من يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين مولانا نسعى ورداك على بابك واقفين لا من يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين مولانا نسعى ورداك على بابك واقفين لا من يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين مولانا نسعى ورداك على بابك واقفين يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا الذين قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وسلطان القوم الكافرين صدق الله العظيم اللهم يا رب اسقنا الغيث ولا اجعلنا من القانطين اللهم يا رب اسقنا الغيث ولا اجعلنا من القانطين اللهم يا رب اسقنا الغيث اللهم يا رب اسق عبادك وبهائمك وانصر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم يا رب كلنا ولا تكن علينا اللهم يا رب كلنا ولا تكن علينا اللهم يا رب زدنا ولا تنقصنا اللهم يا رب زدنا ولا تنقصنا اللهم يا رب اكرمنا ولا تكرمنا اللهم يا رب اكرمنا ولا تهدرنا اللهم يا رب اكرمنا ولا تحرمنا اللهم يا رب اكرمنا ولا تهنا اللهم يا رب اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم يا رب انسع رضاك على بابك واقفين لا من يرحمنا سواك يا ارحم الراحمين لا من يرحمنا سواك يا ارحم الراحمين
لا من يحملنا سواك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي هالصدقة اللي قاموا بها الناس والجماعة الله يجعلها صدقة لوجهك الكريم. اللهم يا ربي اجعلها بركة خالصة لوجهك الكريم. اللهم يا ربي اسقنا الغيث بركة القرآن واسقنا الغيث بركة سيدنا رسول الله. اللهم يا رب اسقنا الغيث وبركة الوالدين. اللهم يا رب اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم يا رب هذه البركة خالصة لوجهك الكريم. هالصدقة الله يجعلها صدقة لله منتسبة لله في سبيل الله خالصة لوجه الله صدقة الوالدين ورحمة الوالدين ومغفرة الوالدين وشفاعة الوالدين ونفقة الوالدين الوالد والأجداد الشرفاء والأئمة اللي قرونا الله يرحمه برحمة الله. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم نور ضريحهم. اللهم نور ضريحهم. اللهم نور ضريحهم. اللهم اكرم نزلهم. اللهم استر مدخلهم. اللهم استر قبرهم. اللهم يا رب اجرهم من النار بعفوك ادخلهم الجنة برحمتك. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تكلنا بعدهم. اغفر لنا ولهم يا ارحم الراحمين. والجامعة من قريب او من بعيد الله يجمع الشمل بيدكم. الله يوحد كلمة بيدكم على طاعة الله وسنة رسول الله لمن يا رب تشافيه يا رب تعافيه يا رب تداويه. واللي عنده شيء طلب ديال الخير ما تقرب حاضر. اللهم يا رب عجل بقضائه. والوليدات ديالنا الله يسحق قواتهم. الله يرزقهم النجاح. الله يرزقهم الفلاح. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مباركا مرحوما. واجعل تفرقنا منه يا مولانا سالم ونسلم معصوما. اللهم يا رب لا اجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محرومه. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا مريض الا شفيته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا في برك وبحرك وجوك من المسلمين الا سلمته وغنمته. احباب الحاضرين الله يجعلنا ويجعلكم من المرضيين واجعلنا من المهديين واجعلنا من الراكعين واجعلنا من الساجدين. الله يجعل رضاس والدينا تكون عن يميننا وعن شمالنا تكون لنا حجاب مستوره والائمه الباب اللي حضروا الله يعشر لكم الخطوات. الله يجعل خطوات لله واجعل القدوم لله واجعل الزياره لله واجعل القراءه لله واجعل المحبه لله واجعل الاجتماع لله. الله يجعلنا ذرا مغفره. الله يرحمنا بالمرحوم فينا مولانا امين المؤمنين. اللهم يا رب انصره ولا تنصر عليه. اللهم وفقه للخير وعين عليه. اللهم استر عليه العباد والبلاد. اللهم انصره في ولي عهده المحبوب الامين سليم ولا الحسد. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. الله يجعل الوقوف لله واجعل القراءه لله واجعل الاذكار لله واجعل التسبيح لله واجعل التهليل لله. وهاد الناس اللي قاموا بهذه الصدقه الله يجعلها في ميزان الحسنات. الله يجعلها خالصه لوجهك الكريم. اجعلها في صحيبه الوالدين ورحمه الوالدين والشباب اللي تسخروا صنطفوا الجامع وصيفوا الجامع. الله يجعلها اعمال خالصه لوجهك الكريم. اللهم يا رب اشفع فينا سيدنا رسولك. اللهم يا رب اشفع فينا سيدنا رسولك. اللهم يا رب اشفع فينا القران الكريم. اللهم يا رب اشفع فينا رضا الوالدين. الله يجعل رضا الوالدين تعلى يمين وعن شمالنا. الوليدات والاطفال اللي كيقراوا الله يرزقهم النجاح. الله يرزقهم الفلاح. الله يصلح الاحوال ديالو. الله يفتح البصيره ديالو. الله يزيد السريره ديالو. والنساء ديال هاد الدوار اللي قاموا بهاد الصدقه الله يجعل هاد البركه خالصه لوجهه الكريم. الله يجعلها في صحيفه الوالدين ورحمه الوالدين ومغفره الوالدين وشفاعه الوالدين ونفقه الوالدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. كما معنا الخوت حنا ختمنا بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. وهما كما كتشوفوا بصح دابا كيطلعوا لنا باش نحطوهم للناس. واش نقول لكم نتمنى من الله سبحانه وتعالى يتقبل منا. والحمد لله على كل الاحوال. الحمد لله اللي مازال كتشوفوا هذه البادره الطيبه وهذا التعاون والتلاؤم والتلاحم في القرى. والحمد لله على الجماعه الزينه ديالنا. وكنشكر جميع الناس اللي ساهموا في هذا الشيء هذا. وشكرا للجميع. السلام عليكم.